سلام الله عليكم، تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى العدد الرابع من برنامج نقطة حوار. إذن دورات، اجتماعات ومداولات يعقدها المجلس الشعبي الولائي سنويا لرفع تقارير عبر اللجان. هذه اللجان تقوم بتوقيع هذه التقارير و كأكيد نشرها على مستوى المجلس ليحلها جميع النواب الذين ساهموا في مواكبة عمل الولاية ورفع انشغالات المواطنين. إذن موضوعنا اليوم سيتحدث عن ما هي جل متطلبات الساكنة، ولإثراء هذا الموضوع يحضر معي اليوم السيد نافع خريب النائب رئيس المجلس الشعبي الولائي. أهلا وسهلا بك سيدي، وشكرا على قبول دعوة قناة الهضاب. شكرا، مرحبا بكم، بارك الله فيكم، والشكر الجزيل لقناة هضاب تي في ونقطة حوار. مرحبا بكم. مرحبا بك سيدي مرة أخرى. إذا بداية، باعتبار المجلس الشعبي الولائي الجهاز الأساسي في الولاية لكونه يشكل الأسلوب الأمثل للقيادة الجماعية، وأنتم أو أنت كعضو على مستوى هذا المجلس، حبذا لو تحدثنا عن معرفة كواليس الولاية وكذلك خارطة الطريق التي رسمها المجلس الشعبي الولائي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى أجمعين. السلام عليكم الزول أكف اللون. أنا جد مسرور أن تكون هذه القناة العملاقة وهي قناة الهضاب تي في أن تكون معي هذا اليوم في نقطة حوار لنتكلم على بعض النقاط الأساسية. أنا دائما وأنا أقول النقاط السوداء فعلا، لأنني لماذا أنا عهد الله وعهد الشعب وعهد وصية الآب لأكون أمد يدي لكل الشعب الجزائر عامة والشعب الصيفي خاصة. أما فيما يخص أنا كعضو في المجلس الشعب الولائي لولاية سطيف، أنا أفتخر لأننا لماذا أنا منتخب من طرف الشعب ولاية سطيف رقم واحد على مستوى 58 ولاية في الحزب تاعي، ورقم واحد في 40 بلدية على مستوى ولاية سطيف. هذا شرف لي وشرف للعائلة وشرف لأبناء سطيف. أما فيما يخص كواليس المجلس الشعب الولائي، أنا كعضو ما علي إلا رفع كل انشغالات المواطنين على مستوى الولاية، وأرفعها بكل ثقة حتى إلى السيد رئيس الجمهورية. ولكن أنا باش نقول للشعب الصيفي أنا أرفع فقط وليس أطبق في أوامر ندير هذه ولا ندير هذه، غير ممكن. نعم، أنتم دوركم ترفعون هذه الانشغالات لرئيس المجلس أو الوالي بحد ذاته. حقيقة أنا في جميع تدخلاتي أقول لك بكل صراحة نتأسف لأنني لماذا راني موجود في المجلس أكثر من 8 أشهر ولا 9 أشهر، لم أرى جديد في ولاية سطيف، لم أرى جديد، لم أرى أي مشروع، لم أرى أي حاجة راهي في المشاريع في ولاية سطيف. أنا دائما أنا الوحيد لأعارض في المجلس الشعب الولائي، حتى أصبحت أنا تقريبا ما على باليش مكروه داخل المجلس حتى مع الصحافة. أنا جامي لقيت الصورة تاعي ولا أي حاجة ولا الكلام تاعي مع الصحافة، ولو ماشي حنا الصفحة تاعنا الصفحة الرسمية للنائب المجلس الشعب الولائي نافع خريب باش نوصلوا الرسالة بكل شفافية لكل شعب. لماذا؟ لأنني تدخلت في عدة قضايا أساسية على مستوى ولاية سطيف من الجنوب إلى الشمال، وأنا أفتخر أنني ابن ولاية سطيف، كل بلدية سطيف عدة قضايا. لأن لماذا أمثلهم مناطق الذل، حقيقة كاين مناطق الذل. نعم، أي عقل؟ نعم، سنعود سيدي إلى هذا الموضوع. نتحدث الآن عن كواليس الولاية وكذلك خارطة الطريق التي رسمها المجلس الشعبي الولائي. احنا أستاذة المحترمة بالنسبة خريطة الطريق أنا تبيني ما كان حتى خريطة. لماذا؟ أنا اليوم مثلا أنا كنت مع السيد رئيس المجلس الشعب الولائي يومين ما قبل، أنا تأسفت احنا كأعضاء المجلس الولائي 55 عضو في آخر مناف نلقى مثلا عضو نص عضو يجي بعشر أصوات يجي بعشر رؤساء بلدية أرواح نديرو نديرو نحضروا الخماسي حضروا تسمى الاجتماعات مع رؤساء البلديات، غير معقول واحد نص عضو يجيب ويحضر
مع 10 رؤساء بلدية وعشرين وغياب جميع الأعضاء الأساسيين. أين تسير؟ لماذا؟ لأن هذو أصحاب النواب، أصحاب النواب داخل المجلس. هذو غير ممكن باش يقدر يوصل كما يقولوا مشاكل تاع المواطن إلا المجلس أو إلا الولاية أو إلى مكان. نعم. عندما يكون تسمى غياب جميع الأعضاء الأساسيين غير ممكن أبدا إيصال كلمة الشعب إلى أصحابها. هذه هي بالنسبة كواليس. أنا ما رانيش راضي بكل، أنا حبيت نبكي على الشعب الصيفي. نعم. بكل صراحة أنا حبيت نبكي، وأنا دائما أنا اليوم أنا ذوك، أنا كاين الناس اللي راهم يخافوا، أنا ما نخافش. لماذا ما نخافش؟ أريد أن أشكر السيد رئيس الجمهورية من هذا المنبر، منبركم. لماذا؟ لأن بواسطة السيد رئيس الجمهورية المحترم أفتخر، لأن أعطى لكل الثقة، إعادة الثقة لكل الشعب الجزائر. نعم. وإعادة الثقة للمنتخب لأتكلم بكل أريحية. نعم، يجب استرجاع الثقة بين المواطن والإدارة أكيد. هذه هي اللي حبيت. أنا لا أخاف من أي أحد، أنا دائما أحترم الجميع وأقول كلمة حق في كل مكان. نعم. هذه هي، وإن شاء الله ربي دائما نتمنوا الخير لولايتك. سيدي الفاضل، كيف تلخص لنا فترة تواجدكم في نيابة المجلس الشعبي الولائي؟ يعني باختصار فترة تواجدك منذ تنصيبك في نائب كنائب للمجلس الشعبي الولائي، نعم، ممكن تلخص لنا فترة تواجدك خلال هذا؟ أنا نقول لك بكل صراحة، كتنصبنا 14 ولا 13 ديسمبر 2021، أنا ليومنا هذا ما راش راضي. أنا راضي نشوف غير مناسبات، بالنسبة ما نشوف غير في المناسبات، نشوف غير ما على باليش واش كاين هكذاك. أنا غير راضي، أنا غير راضي منذ 9 أشهر، نشوف غير في الصور في الفيسبوك، نشوف في المناسبات، أما الأشياء الأخرى ما رانيش راضي يعني بكل صراحة. نعم، في ظل النقائص المتواجدة على مستوى تراب الولاية، حتى لا نقول المشاكل بصفة صريحة، كيف هي الأوضاع الحالية في جميع المجالات، وما هي جل متطلبات الساكنة، وهل تم بالتقريب تلبيتها؟ أنا أولا أستاذ المحترمة، أنا من أوائل النقاط التي تكلمت عليهم في المجلس الولائي، أولا إعادة الاعتبار لكل مقاولين ولاية سطيف. لأن كل فقراء والمساكين راهم في يد أو راهم في معيشة، ما راهم يعيشوا من طرف المقاولين عندما تكون جميع المشاريع مغلقة. من طرف المسؤولين، ما على باليش مسؤولين ولا أو مسؤولين الوطنيين، غير ممكن. أنا على بالي كاين مقاولين يخدم أكثر من 1500 عامل، ولكن تسمى اليوم هنا في ولاية سطيف كل شيء مغلوق بالنسبة للمقاول، ولو المقاولين يروحوا عندهم نزوح إلى ولاية أخرى. أنا نطلب من السيد الولي الجديد من هذا المنبر إعادة الاعتبار لكل مقاولين ولاية سطيف. نعم. لاسترجاع الثقة. أما فيما يخص القضايا تاع الشعب، أنا مشيت لكل بلديات خاصة قريبة. السكن، يعني أنا 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 فيما يخص السكن، أنا عندي ثلاث أيام والأربعة أيام كنت في اجتماع مع مدير السكن هنا في ولاية سطيف، ونحييه. لماذا؟ لأنه رجل ميدان. أنا نعطيك مثال، أنا نبكي، أنا حبيت نبكي. أنا رحت مثلا دائرة عين نمان، لقيت سكنات كناب أكثر من 70 سكن، أكثر من 15 سنة. رحت بلديات عينزال، كاين سكنات تاع 50 سكن وكاين اكثر من 10-15 سنه. رحت لصالح باي، اكثر من 200 ساكن كلش خلاص او قاعد اكثر من 10 سنه ما 12 سنه. رحت لدرع قبيله، بلديه تاعي وافتخر بها، 20 سنه 70 ساكن كلش واجد. اين الخلل؟ اين المسؤول؟ فعلا ليس كل حاجه السيد رئيس الجمهوريه هو اللي مطروح، يعني أي سؤال مطروح. لا، كاين عندنا رئيس الجمهوريه مفروض، كاين وزراء، كاين ولات، كاين شاف دائره، كاين. علاش انا حبيت نفهم برك لماذا هكذا؟ كاين امور في عده، وخاصه في ما يخص السكن، السكن الاجتماعي والسكن الريفي والسكن راهي يعني انا ما حبيتش كيفاش نعبر، وخاصه في ولايه سطيف. سبحان الله، كونها ولاية نموذجية ولاية رقم 2 على مستوى الوطن. نعم. لماذا؟ وثاني والله يكثر خير الدولة اللي عطات كلش، الصوارد عطات كلش، المشكل وين؟ المشروع خلاص
والتنفيذ ما كانش. وعلاش؟ انا حبيت وخاصه في قضيه السكن، راني نائب في لجنه السكن والعمران على مستوى اللجنه على مستوى الولايه، مجلس الشعب الولايه. نعم، أكيد إضافة إلى كونك عضو بالمجلس الشعبي الولائي أنت تعمل أيضا كما قلت كنائب رئيس لجنة السكن والعمران. لنذكر كذلك المشاهدين، أكيد سكنة الولاية تولى انشغالها الكبير حول وضعية السكن والإفراج وبضرورة كذلك الإفراج عن القوائم، ماذا تقول بهذا الصدد؟ أستاذة المحترمة، أنا سبقت قلت لك تسمع عندي اجتماع مع السيد مدير السكن، وانا شرحتها في الفيسبوك فيما يخص السكنات. فيما يخص السكن الريفي، على حسب القول السيد مدير السكن تقريبا اكثر من 800 ولا 900 سكن، سكن اجتماعي راه في الانتظار توزيعه على مستوى ولايه سطيف. فيما يخص سكنات عده بلديات راهم السكن واجد اكثر من، فيما يخص سكن اجتماعي اكثر من 15 سنه. مثلا في بقعه عنده قريب 20 سنه 230 ساكن لكل شغلات. كل الاشغال انتهت، لماذا لم يوزع هذه السكنات؟ كاين سكنات في صالح باين نفس المشكل، كاين سكنات في عين الناس، عده سكنات انتهت الاشغال عبر مختلف الولايه، ولكن على حساب السيد مدير السكن تقريبا ممكن شهر نوفمبر شهر العظيم شهر الثورات ممكن يكون جديد، يكون توزيع اكثر تسمى من عده سكنات الباقيه غير موزعه. نتمنى ذلك. اكيد ان نواصل حديثنا، نحاول سيدي ان نفيد المشاهد من مختلف الجوانب، الصحه، التربيه والسكن. نتحدث الان عن قطاع التربيه وخصوصا مع دخول التلاميذ والدخول المدرسي وكونكم لديكم جهود تبذلونها في هذا القطاع، هل هناك جديد خلال هذا الموسم؟ فيما يخص قطاع التربيه، وانا افتخر السيد نافع اخريب الامين الوطني المكلف بالعلاقات العامه في النقابه الجزائريه لعمال التربيه، والسيد الامين العام سي بالعمري محمد طلب مني ان اهنئكم مباشره من هذا المربر في مقر النقابه الجزائريه لعمال التربيه، يهنئكم بالنسبه لقناه الهضاب تي في ومشكورين. فيما يخص قطاع التربيه في ولايه سطيف، لا يخفى عليك الاستاذه المحترمه، هي القطاع الذي يحمل 33 ألف موظف، رقم واحد على مستوى الوطن. هي سطيف رقم واحد، راه اكثر من 2200 مؤسسه ما شاء الله، ولكن على حسب الظروف وعلى حسب المتابعه. اشكر السيد مدير التربيه على الجهود المبذوله، وخاصه كل ابناء عمال وموظف مديرية التربية لراهم قايمين لإنجاح هذا الموسم في ولاية سطيف. وأنا أتمنى أن أكون ولاية سطيف دائما وأبدا أن يكون الدخول المدرسي في أريحية تامة. يعني هل هناك إعانات من طرف جمعيات وسهلت يعني في لا الدخول؟ احنا دائما ولاية سطيف هي السباقة، وخاصة أشكر جميع الجمعيات الولاية. يعني كاين جمعيات كاين أصحاب المحسنين اللي راهو تقدموا يعني لإعانة كل التلاميذ الفقراء والمعوزين والمساكن، ونحييهم في هذا المنبر تاعكم إن شاء الله. وفيما يخص يعني فيما يخص ما قطاع التربية في ولاية سطيف، ويعني قطاع حساس، وما تنساش باللي راهي ولاية سطيف مثلا في البكالوريا العام الماضي كانت في المرتبة 11 ولا في المرتبة الرابعة، كانت في المرتبة 14 في المتوسط، ولات المرتبة السادسة في شهادة التعليم المتوسط، راهي تسمى مشينا قفزة كبيرة. فيما يخص الكتاب المدرسي، أنا تكلمت مع السيد مدير التربية قال لي رانا في الطريق الصحيح جدا جدا جدا. فيما يخص الاكتظاظ داخل المؤسسات، تقريبا احنا ممكن ما نقولوش تسمى احنا كلش راه مليح، ولكن تسمى يكون اكتظاظ في الأسابيع الأولى نظرا لشساعة الولاية، ولكن إن شاء الله رب العالمين بفضل الرجال إن شاء الله كل شيء يمشى على ما يرام. وأنا أفتخر أيضا راني عندي دعوة لأكون غدا في جنوب لحضور الدخول المدرسي في الجنوب، رغم عندي ابنتي منال غدوة تقعد سنة أولى
تروحي يمها تديها وشكرها في هذا المنظر ان شاء الله. بالتوفيق لها ان شاء الله. أكيد سيدي أخريب لديكم جهود كبيرة تبذلونها في الولاية في جميع القطاعات، أكيد ما هي أهم التحديات التي واجهت السيد نافع أخريب بصفة خاصة، وما هي التحديات التي تواجه النائب بصفة عامة؟ والله يا أستاذة لا قبيل، أنا قلت لك يعني أنا حبيت نبكي. لماذا نبكي؟ أولا نبكي على أبناء ولاية سطيف الذين وضعوا الثقة في هذا الشخص المحترم، وأنا من هذا المنبر أعاهدهم وعاهدهم وعاهدهم أمام الله وأمام الشعب ليوصلني إلى سوف أمد يدي إليهم. لأن لماذا؟ كل يوم وأنا في منطقة، كل يوم أنا وصلت إلى منطقة عنزال، وصلت إلى منطقة ولد سبان منطقة بمنطقة، إلى دشرة بدشرة، خاصة كاين أمور مازال راهي تعاني فيهم الطريق والغاز والكهرباء، يعني عدة أماكن. وصلت لعين عباسة منطقة ديس، رغم شساعة عين عباسة منطقة فلاحية بكل المقاييس، ولكن لا طريق لا غاز لا، يعني تأسف. وصلت لعين النات 200 متر على مقر الدائرة، وبلدية ليس لهم قنوات صرف المياه، ما قنوات صرف المياه ليس لهم حتى الطريق. وصلت إلى مناطق بابور نفس المشكل، مناطق بني ورتيران درع قبيلة، وخاصة فيما يخص عدة مناطق فيما يخص الغاز والكهرباء والطرق والصحة، عدة يعني أمور. ولكن دائما وأبدا بواسطة أنتم كرجال الصحافة سوف أوصل أمانتي بكل دقة، رسالة بكل أمانة إلى السيد رئيس المجلس الشعب الولائي، إلى السيد والي ولاية سطيف، إلى السيد رئيس الجمهورية المحترم، يعني بكل أمانة بإذن الله تعالى في جميع القطاعات. بالنسبة للمستشفى وليد صبر لا جديد عليه، لأننا تكلمت مع السيد رئيس المجلس الشعب الولائي، لا جديد، ما كان غير غلط ما كلام في الفيسبوك، انتهى الأمر. ونتمنى من أبناء ولاية سطيف، احنا عندنا رجال، احنا ذوك احنا نروح إن شاء الله دائما وأبدا بالكلام والرسالة للسيد رئيس الجمهورية، يعطينا المستشفى يليق ولاية سطيف، مستشفى جامعي يليق بولاية سطيف التي أكثر من 2 ملايين نسمة في هذه الولاية العملاقة. نعم أكيد تحدثنا عن المستشفى بولاية صابر، الآن رفعتم تقارير في الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بخصوص هذا القطاع، وتحدثتم عن جل النقائص حتى لا نقول المشاكل بصفة صريحة في المستشفيات، من نقص المعدات من نقص طاقم طبي، يعني هل أنتم تتابعون هذه القضايا؟ والله يا أستاذ العزيزة غير أنا أحد الناس، أنا أتابع كل قضية جميع القطاعات بكل ثقة ودقة، وأنا دائما أرفع هذا الانشغال إلى المسؤولين. فيما يخص الصحة، أنا نتأسف ندخل مستشفى جامعة تاع سطيف راهي تسمى ما قدرش كيفاش نعبر، تسمى ما عبروا خاصة في مصلحة الاستعجالات، ما راهي تسمى ما قدرش كيفاش نعبر كيفاش راهي عاني المواطن سطيفي. والله أنا لا، أنا دائما هذه الحصة نسميها عليا نسمى حبيت نبكي، هذه هي راني نعاني. وخاصة نعطيك مثال ثاني فيما يخص عيادات الولادة، هل يعقل أكثر من 5 أو 6 عيادات على مستوى ولادة أكثر من 15 سنة كل شيء مجهز، ولكن لا طبيب لا معدات لا حتى كيما يقولوا تسمى القابلات هذوك عندهم أسماء هنايا. وأنا حبيت نفهم لماذا، ولكن مدير الصحة قال لك عندنا 26 قبلة، رانا عندنا 4 مناطق نحلوهم، عندك قاعة الولادة تاع درع قبيلة، قاعة الولادة تاع عين السلس، قاعة الولادة تاع الطاية، قاعة الولادة تاع ولاد سي أحمد، راهم بروغرامين عندنا شهرين، قلت لك اليوم غدوة تحل. حنا رانا نشوفوا الهلال وقتها يشعل وقتها ينور على الناس هذو مرة. هل باش يكون نزيد كلمة، ليامات اللي فاتوا في درع قبيلة مات سمرة في الطريق على جال العياده، لو كان كانت العياده محلوله وكان ما كانش العياده نقولوا ما عندناش عياده، عياده 15 سنه. وانا الاولى اللي راني تكلمت عليهم، وخاصه في درع قبيله راهي كارثه، العياده 15 سنه ماتيرنيت هذه 15 سنه هي خلصت سكن. عندنا كيفاش يقولوا له عندنا ملحق اداره في تيزي وغلاد
15 سنه مازال 20% 20% باش يخلص. راه من النقط السوداء. عندنا لاكريش في درع قبيله 20 سنه من 2002 الى يومنا هذا، الناس اكل راه اصحاب ذوك المخدرات ولا راهم يدور. عندنا قاعه للرياضه في قريه المروج 20 سنه، حتى هذاك النهار اتصل بيا رئيس لجنه الشباب والرياضه جاني مورقلا، ديتو لتما وشاف مره واش كاين، يعني امور الانسان ما يقدرش يهضر عليها برك، وكاين امور يقدر السيد الاولي يقدر يعطي امر في دقيقه يحل، لا نستنى ما نستنى، يعني علاش؟ حتى من رئيس الجمهور هذه هي. احنا المهم 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 الصحه مريضه بنيفوده كاين، كاين ماتيرنيتي مصلحه الاستعجالات مسكره، كانت محلوله ولا سكروها، علاش لماذا؟ انا حبيت اني ما ممكن تسمى نشوف حتى في العمال والاخر، حتى في الاطباء والاخر ما على باليش. انا سمعت هذاك النهار يقول لك الطبيب مثلا يتعين في دائره بوكعان نلقاه ممكن يخدم في العاصمه ولا يخدم في ماريكان. انا اريد من السيد وزير الصحه تحقيق في هذا المجال، وخاصه تسمى في الناس اللي راهم ما يلتحقوش بالمناصب توعهم. نعم. فيما يخص مناطق الصحه، يعني انا دخلت هذاك ثاني امام مستشفى عين المان في هذاك ثاني راهي كارثه. علاش؟ انا حتى واحد العضو تكلم قال لك يعني رانا نشوفوا يعني راهي في كارثه ثم في مستشفى عين المال، والمستشفى الوحيد الذي تسمى استقدم عدد كبير جدا من الناس مساكن المرضى تاع كورونا. علاش ما نحلوش؟ علاش ما نبدلوش؟ علاش نديروا دائما الصوره؟ انا كانت نقطه برك نزيدها. تفضل. انا كان السيد الوالي القديم ربي يذكره بالخير كان احنا كان بروغرامي باش نديروا اول زياره للوالي نديروها لدرع قبيله. انا كي وصلت لدرع قبيله عندي اجتماع مع رئيس دائره واللجنه التقنيه مرة تاع البلديه حمام قرقود، لقيت تما ولو نقطه واحده يا استاذه راهي بروغراميه في البروغرام باش السيد الوالي يشوفها في درع قبيله. نقاط سوداء ما كان حتى حاجه. انا كعضو منتخب من طرف الشعب انا مستعد لاموت من اجل الشعب او ندخل السجن من اجل الشعب. انا قلت لما السيد رئيس دائره اللي كاي السيد الوالي لو كان يجي درع قبيله والله غير نقعد في الطريق حتى يشوف النقاط السوداء مره. هذه اللي حبيت انا لازم جرأه بس لازم الانسان يقدم يقول انا الوالي ارواح مرحبا بك ما كانش مشكل، ما تقدرش تخدم ما عنديش سوار تقول ما عنديش. نعم. علاش انا عندنا قاعه علاج في قريه المروج الوالي دشناها ثلاث مرات هذيك اللي خلاص برك ثلاث مرات هو الوالي ثم غير ممكن مره هذا. نعم. لماذا هذا؟ لماذا؟ أنا لا نعيش في حياتي هذه، خليني نموت أسير من أجل الشعب، هذه حقيقة ولا خاطئ؟ حقيقة فعلا في كل الأماكن، يعني أنا بدون استثناء ولاية ستيف معين الأحجار، عين أزال، بوطالب، تنقلت بوطالب، عين الأحجار، تنقلت ولاية تبان، تنقلت الحامة، تنقلت بابور، نحيي أصحاب بابور، عين أزال، عين المان، جميع البلديات بدون استثناء تنقلت إليهم واحد بواحد، كل يوم راهم يعيطوا لي، راني في الخدمة دائما راني معهم باذن الله تعالى. ان شاء الله. سيدي الفاضل نواصل حديثنا الان بعيدا عن كل هذه الانشغالات وكل الزيارات التي تقومون بها، انتم كذلك لكم مبادرات انسانيه، كنت قد تحدثت معي سابقا حول قفه رمضان التي قمتم بها هذا العام، هل ستكون العام القادم؟ استاذه المحترمه فيما يخص ان احنا تربينا من الجمعيات خرجنا من الجمعيات باش وصلنا الى هذه المناصب، انا احيي دائما جميع الجمعيات. واحيي الجمعيات، احنا دائما نشارك في هذا التطوع الجمعوي، احنا في رمضان في كل مناسبه ونحيي. لماذا؟ لاني راني نائب الرئيس للمجتمع المدني وتعزيز الوحده الوطنيه، وبيان سور دائما نحيي السيد الرئيس سليم شنين هو رئيس المجتمع الذي هو اللي يبادر هو الاول، ونحيي ثاني رئيسه الجمعيه امال علواني راهي دائما نمشيو جميع نعم يد بيد لكي نوصل ونوصل الامانه لاصحابها. انا مشيت في رمضان الى كل قرى تاع ولاد تبان قريه بقريه. نعم. لايصال في رمضان لايصال قفه رمضان، وربي يشهد على ذلك. جعل الله في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم سيدي. اذا ككلمه اخيره للمواطن، تفضل سيدي لك او على الكاميرا. أولا قبل الختام أشكر وأهنئ الأسرة التربوية، نقول لكم نهنئ جميع
الأساتذة والإداريين والمشرفين والعمال المهنيين والمشتين والمدراء جميع الأسلاك، لأن أمين وطني للنقابة نمثلوا جميع أسلاك التربية الأسرة التربوية، نهنئهم على الدخول المدرسي. هذا بالنسبة للأسرة التربوية، وأقول لكم دائما وأبدا نفع في خدمتكم مكتب النقابة أو في الخدمات الاجتماعية في ولاية سطيف، مرحبا بكم. أما فيما يخص الشعب كعضو في المجلس الشعب الولائي، أنا دائما أنا نقولها ونعودها، راني نعاهد فيكم، مرحبا بكم، البيبان محلولين، أي حاجة عيطوا لي في الليل نجي، أي دشرة قرى دشرة بدشرة، بلدية بلدية، دائرة بدائرة. حتى باش نزيد الكلمة، كاين بعض المسؤولين راني زعجتهم، حتى ولاو يروحوا تسمى يشكيوا للولي ويشكيوا لرئيس المجلس الشعبي الولائي او يزعج فينا سيد اخري بنفع. لماذا عندما تلاقيت لقيت مع المسؤولين قلت له علاش لماذا؟ هل يعقل انا يحبسني الوالي ولا اي واحد في مهام تاعي؟ انا منتخب ندخل وين نحب. قال لي يقولوا لي اودي راك الناس يشوفوك مره راك انا شوف انا راني من الشعب، اي حاجه تشوفها مرحبا بكم، انا نديرها علنيا. هذه هي، وبارك الله فيكم. ثاني ميرث أكمع ربي، بارك الله فيك، إنني في الخدمة. شكراً. وربي يفقكم إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك سيدي على كل هذه المعلومات. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى ختام عدد اليوم، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، أطيب المنى وإلى اللقاء. بارك الله فيك. بارك الله فيك، يعطيكم الصحة. عاشك. سعيد.